السلام عليكم طلاب، وياكم فرح علي طالبة أسنان. بهذا الفيديو راح أقدم عن تحضير السن كافي تبريشن فور لور سيكس فور أميلغام ريستوريشن. الأدوات اللي راح نستخدمها الدنتال أرج أو بس السن نحتاج لور سيكس. نحتاج هان بيس، لو سبيد، راوند بير، فيشر بير، انفيرتد كون بير. أما بالنسبة للبيرات أكو دايموند بير وكاربت بير، راح نستخدم كاربت بير. بالنسبة للإنسترومات الكونديسر، البروب، باريودنتال بروب. نجي من دنتشار أو اللور سيكس، أنا خالي السن بالربل دام، هو عادة ما يحتاج بس علمود حتى يطلع واضح بالتصوير. أول خطوة نسويها راح نحدد الكروفات بالقلم حتى نعرف شنو الزايد اللي نشيله. نستخدم الراوند بير منطقة الفوسة اللي هي أكثر منطقة يصير بيها الكاريز، يكون 1 ملليمتر in diameter. تدخل كل البول بالكافيتي، عادة الكافيتي تكون دث مالتها 1.5 إلى 2 ملليمتر in diameter. نيجي نحدد الأوتلاين مالتي كافيتي بالفيشر بير، راح نحدد بالكروف جزء جزء نسويه وما نستعجل، وأهم شيء تكون مسيطرين على لزمة الهاند بيز. الأهم من هذا لازم يكون الهاند بيز يكون بيربنديكولار على الإكلوجر بلين. خلصت أول جزء من الكروف، أكمل جزء جزء. أسوي سموثينج للوول بالفيشر بير. حتى على مود أتأكد من السموثينج أستخدم البروب على جميع الوول مالت الكافيتي، ويكون لازم مو شارب. أستخدم الانفيرتد كوين حتى أسوي بلاتينج للبلبر فلور. أستخدم الفيشر بير حتى يكون البوكو أند لينجوال وولز شود بي كونفيرج إكلوجر. حتى أتأكد من الوث الموجود بالكافيتي أستخدم أصغر كوندنسر موجود وأخليه بالكافيتي، إذا كان مناسب أعوفه وإذا كان غير مناسب أعرض الوث. كافيتي وث لازم يكون 1 إلى 4 انترال كاسبرال ديستانس. ولهنا حضرنا اللور سيكس كافيتي بريبريشن فور أميلغام ريستوريشن. أكيد بعد بيكون التفاصيل، ولكن أنا قدمته بشكل مبسط حتى توضح الصورة. وأي سؤال أو استفسار تقدرون تكتبوا لي بالتعليقات، ولا تنسون اللايك والسبسكرايب. شكراً.